مساء الخير. إذا كنت لا تؤمن بما قاله وينستون تشرشل الزعيم البريطاني الشهير بأن في السياسة لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، فما عليك إلا أن تتابع تطورات الأزمة القطرية حتى تتأكد من صدق مقولة تشرشل. أعداء اليوم هم أصدقاء الأمس، وأصدقاء الأمس هم أعداء اليوم في عملية يعني في تغير مستمر في التحالفات وفي العداوات زي لعبة الكراسي الموسيقية. أنا بقول الكلام ده في محاولة للإجابة على عدد كبير من الأسئلة. احنا جالنا 315 تعليق سؤال على حلقتي قطر. معظم هذه الأسئلة بيحاول يسأل أو بيسأل على أسباب ودوافع الأطراف المختلفة من الأزمة. على سبيل المثال، ليه موقف قطر، ليه أو ليه الحكومة القطرية خدت صف الحكومة التركية خدت صف قطر في هذه الأزمة الحادة؟ المسألة ببساطة إنه أو مش ببساطة، المسألة بنوع من التبسيط، لأن في دوافع كتيرة. إن الحكومة التركية ليس لها ظهير في سياساتها القائمة على دعم التيارات الإسلامية لأسباب كثيرة، منها أسباب داخلية تدعم شعبية ويعني الحزب الحرية والعدالة وشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلا عن أنه الدعم التيار الإسلامي أحد أدوات سياسته الخارجية خصوصا بعد 2011. ليس له من ظهير في هذا الصدد إلا قطر، وبالتالي هو يشعر ويشعر رجال حزبه أنه إذا تم عزل قطر وإجبرها على تغيير سياساتها سيصبح بلا ظهير وبلا أي حليف يشاركه بعض وجهات نظره أو بعض سياساته، فده شيء مهم بالنسبة للرئيس التركي. الأمر الثاني أن الرئيس التركي لا يثق في المعسكر الآخر اللي بيضم السعودية وقطر ومصر والبحرين لأسباب كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بالإمارات ومصر، وشرحنا أنه ليهم موقف شديد العداء والضغينة تجاه جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أو ينتمي إليها على الأقل بحكم التعاطف. لكن كمان كان في سبب آخر في الدوائر يعني أو الإعلام التركي، في قناعة بأن الإمارات لعبت دورا مهما في دعم الجماعات التي رتبت الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو الماضي. وسواء صح هذا الكلام أم لم يصح، فكانت الإمارات وقطعا مصر وكثير من الدول الأخرى التي باستثناء قطر اللي هي كانت أول دولة أميرها يسارع بالاتصال به في ليلة الانقلاب للإطمئنان عليه ثم تهنئته بانتهاء الانقلاب أو هذا الكابوس بالنسبة لرجب طيب أردوغان، يرغب في أنه يستغل هذه الفرصة للنيل ولإفشال محاولات الإمارات ومصر من تركيع قطر. ده جزء من القصة، لكن كمان في جزء منه الأسباب التجارية اللي يأمل رجب طيب أردوغان وهو رجل نهاز للفرص، وهذا أمر لا يعيبه، في أنه يستغل هذه الفرصة بأنه يوسع من صفقات قطر معاه، وبالتالي يعمل بحبوحة في اقتصاده. وكمان هو مستند على أنه حتى لو كان في عقاب سعودي لن يطول كثيرا، لأنه indispensable part يعني جزء أساسي أو يعني شريك indispensable لا يمكن الاستغناء عنه على المدى البعيد بالنسبة للسعودية وحلفائها. ده بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان أو الموقف التركي. وبالمناسبة كل ما يقال عن إرسال قوات تركية إلى قطر وأن هذه القوات سوف تعتمد عليها قطر في ردع أي محاولات عدوان خارجي عليها، وأنه يعني أنه الرئيس رجب طيب أردوغان أمهل الأطراف حتى بعد العيد، ليس إلا يعني زوبعة في فنجان، لأنه لا يوجد أي من الأطراف في الوقت الحالي يفكر في استخدام القوة العسكرية. وإذا حدث لا قدر الله استخدام للقوة العسكرية، فصاحب اليد العليا واليد الطولة في هذا الأمر سوف تكون الولايات المتحدة، التي يوجد على أرض قطر 11 ألف
من قوتها الموجودة هناك، وعلى بعد مسافات مسافة قريبة جدا من مركز الأسطول الخامس اللي موجود في البحرين. وبالتالي لا يمكن أن يتصور أحد أن تركيا يمكن أن تنافس أو أن تتخذ موقفا لا ترغب فيه الولايات المتحدة، اللي لا قدر الله لو حدث، وهذا أمر مستبعد، سوف تكون هي من تحدد شكل التدخل وأطرافه وتحسم نتائجه. ده فيما يتعلق بالموقف التركي. أما فيما يتعلق بالموقف الإيراني فليس صعبا أن نفهمه، ربما يكون خصوصا بالنسبة للخليجيين أو الشخص المتابع. بالنسبة لغير الخليجيين والناس اللي هم زي الناس في مصر أو دول المغرب العربي أو حتى من خارج المنطقة، مش بالضرورة أو مش كلهم بيعرفوا أنه قطر وإيران بيتشارك في أكبر حقل للغاز في العالم، اللي هو حقل غاز الشمال اللي الإيرانيين بيسموه بارس الجنوبي، أو يعني اسمه بالفارسي، اللي تلته في المياه القطرية وتلته في المياه الإيرانية. وبالتالي أهم مصدر للثروة القطرية واللي اتبنت عليها كل أسباب ونفوذ الدولة القطرية في العالم بتتشارك فيه مع إيران. وبالتالي رغبتها في ألا تغضب إيران وأن تحتفظ معها بعلاقات جيدة أمر مفهوم، وده هنتكلم عليه في وقت لاحق. ومش غريب انه ايران وقطر اللي احيانا بتتقاطع مصالحهم في سوريا، واللي تقاطعت مصالحهم في سوريا وتقاطعت نظريا في اليمن، انه قطر طوال الوقت بتحاول انها تلعب على الحبلين، وهذا احد اسباب غضب السعودية الامارات، فتحاول مثلا ان تكون في نفس التحالف الذي يعني يضرب الحوثيين لكنها تحاول التفاوض مع الحوثيين، تكون في نفس التحالف اللي بيحاول الايقاع بإسقاط النظام حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا، لكن في نفس الوقت تحاول أن تحتفظ بعلاقات طيبة مع حزب الله ومع إيران اللي هي وقف اللي بتقف في الصف الآخر. فدي مسألة محيرة ومسألة أحيانا بتتجاوز قدرة الأطراف الأخرى على التسامح والاحتمال. ليه قطر بتعمل كده؟ دي مسألة عاوزة حلقة تانية لوحدها، لأنه مرتبط بفهم التاريخ القطري ودوافع الأسرة الحاكمة في قطر، وجهة نظرها في كيف تحمي أمنها القومي، واللي ممكن أقوله في جملتين مؤقتا حتى نأتي إليها بالتفصيل. هذا هو الدرس الذي تعلمته قطر من تجربة أو من مأساة الكويت سنة 90 حين غزاها صدام حسين. وقتها أدركت قطر أنه لم تستطع أموال الكويت أن تحميها، ولم تستطع السعودية اللي هي الشقيق الأكبر اللي بيمثل لها يعني عملاق وقوة كبرى أن هي تمنع هذا الضرر. وأدركت أنه أفضل سياسة لحماية أمنها القومي أنها ألا تعتمد على سلة واحدة، وأنها تستثمر في سلال كثيرة. أحد أهم هذه السلال أنها تخلي نفوذها أو بقائها وسلامتها مرتبط بمصالح دول كبرى كثيرة زي الولايات المتحدة، زي بريطانيا، زي ألمانيا، زي روسيا، زي إيران طبعا. فعدلت العلاقات التجارية وعدلت العلاقات الاقتصادية مع كل هذه الأطراف، كما استثمرت وبسخاء في التيار الإسلامي الذي يعني رأت فيه أنه هيكون سند ليها ووسيلة لمد نفوذها، ودي قصة نتكلم عليها في وقت لاحق حتى لا تتكرر معها مأساة الكويت سنة 1990. طبعا عودة إلى الموقف الإيراني، أنا بقول ليس صعبا أن نفهم أن إيران باعتبار أن هي الخصم الأساسي للسعودية التي تقود هذا التحالف ضد قطر، هتنتهز هذا الشقاق علشان تحاول أن هي تستقطب أحد أطراف مجلس التعاون الخليجي في محاولة منها أن هي تنفذ إلى مجلس التعاون الخليجي يعني من الناحية السياسية، وتدعم أحد أهم الدول أو أحد الدول الخليجية، وتبقى دخلت إلى الخليج من باب واسع، وده يساعدها من نواحي مختلفة، منها أنها تفتت وحدة أو تفتت تماسك الخليج الموجه ضدها، فده أمر طبيعي جدا يعني. وممكن كمان، وده المؤكد، أنها تحاول أن تتفاوض مع قطر
غير المنافع التجارية تتفاوض مع قطر بحيث أن تكون الساحة تكون قطر أقل دعم للجماعات المناوئة لإيران في سواء في العراق أو في سوريا. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، احنا شرحنا موقف الولايات المتحدة، ومن الواضح جدا أن الولايات المتحدة أخذت موقف التحالف السعودي المصري الإمارات البحريني لأسباب كثيرة، منها كما قلنا في الحلقة الماضية أنه هي أحد أهم أولويات الرئيس الأمريكي الحالي هو تجفيف منابع التمويل الإرهاب، ووجد أن في إجماع من شركاء الخليجيين أن السياسات القطرية بتمول الجماعات الإرهابية. صحيح أنه مش بالضرورة تكون الحكومة متورطة بشكل مباشر، لكن بشكل غير مباشر. ووجد أن بعض يعني أقطان السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، مسؤولين سابقين وحاليين، بيؤيدوا نفس الكلام، فخد هذا الموقف. لاحظوا أن في اعتبارات أخرى بتقوي بتشرح لنا ليه الرئيس الأمريكي أكثر تشددا مع قطر، وليه كبار مسؤولية زي وزير الخارجية تيلرسون أو وزير الدفاع ماتس واخد موقف أقل تشددا. المسألة ليها علاقة بتفاصيل العلاقات وشبكة العلاقات في واشنطن، يعني ركزوا معنا في هذه العلاقة. المستشار الرئيسي في شؤون الشرق الأوسط والشخص اللي بيثق فيه دونالد ترامب وهو رجل جديد على السياسة هو جاريد كاشنر، زوج ابنته ومستشاره خصوصا في شؤون الشرق الأوسط، وهو شاب شديد الذكاء ومتعدد المواهب والقدرات لكنه جديد على السياسة. أستاذه واللي بيحتفظ بعلاقة كبيرة معاه وبيثق فيه وبتشاور معاه بصورة أسبوعية إن لم تكن يومية هو يوسف بن عتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، وهو رجل بالغ النفوذ في واشنطن ويحظى باهتمام والجميع يسمع له. إذا كان جاريد كاشنر بيسمع إلى يوسف بن عتيبة يبقى هو أقرب إلى طبعا الاستماع إلى وجهة نظر الإماراتية السعودية في كثير من الأمور، وبالتالي جاريد كاشنر قادر على التأثير على دونالد ترامب. يبقى الحلقة جاية من هنا، يوسف يتحدث مع جاريد وجاريد يتحدث مع دونالد ترامب، ودونالد ترامب عنده اعتبارات أخرى زي ما قلت لحضراتكم، رؤيته مصالحه الأكثر مع هذه الدول، إدراكه أنه في النهاية لن يخسر قطر تماما، لأنه يعني من غير المتصور أن قطر هتقوله تفرض عليه مغادرة الأراضي القطرية فيغادر القاعدة العسكرية، من غير المتصور أن قطر يعني لن ترضخ تماما، قطر أو غيرها يعني عشان نكون منصفين، لإرادة الولايات المتحدة. لاحظوا بقى أنه في المقابل أنه وزير الخارجية ووزير الدفاع، وزير الخارجية كان رئيسا لشركة إكسون موبيل أكبر شركة نفط في العالم، وبيربطوا علاقات قوية جدا بقطر بحكم منصبه السابق، وكذلك وزير الدفاع اللي بحكم موقعه المواقعه الكثيرة في الجيش الأمريكي كان على علاقة وثيقة يعني بالأجواء القطرية بحكم القاعدة العسكرية الموجودة هناك من سنة 2003. لأنه على علاقة بكثير من الأطراف القطرية والناس النافذين فهما أكثر تعاطفا مع الحكومة القطرية أقل رغبة في التصعيد من الرئيس الأمريكي. هذا لا يعني أن في النهاية أنه هذه الأطراف يعني كل واحد فيها يعني ليست جمهورية الموز، ولكن الولايات المتحدة دولة كبيرة وبيبقى في قدرة للكبار المسؤولين أن يكون لهم آرائهم الشخصية، وحتى هذه اللحظة الرئيس الأمريكي قادر على أنه يحسم الموقف الأمريكي أنه أقرب مش أقرب أنه في المعسكر السعودي المصري الإماراتي إلى هذه اللحظة. هذا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. أنت بتشوف يعني مواقف أخرى، تجد مثلا على سبيل المثال الموقف الألماني، من اللحظة الأولى الموقف الألماني قلق جدا على قطر ويدعو الأطراف إلى فك الحصار، وطبعا الموقف تغير قليلا بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. لكن ليه ألمانيا كانت واخدة قلقة جدا على قطر؟ السبب بمنتهى البساطة أن قطر استثمرت مبالغ ضخمة جدا في كثير من الشركات والبنوك الألمانية، خصوصا شركات يعني السيارات، وبالتالي أي ولها علاقات تجارية مع قطر، وبالتالي قطر ألمانيا تخشى
أن تؤدي هذه العزلة والحصار الاقتصادي أن تتأثر شركاتها سلبا، ولذلك هي كانت قلقة جدا على مصالحها وتريد أن تطمئن على مصالحها أو أن تجد بدائل أخرى. هتجدوا نفس القصة بالنسبة لبلد زي روسيا اللي هي واقع الأمر أن علاقتها الوحيدة بقطر حاجتين: منافسة يعني غير مباشرة على سوق الغاز في العالم، وإن كانت قطر لا تمثل خطرا عليها، كل واحد فيهم بيتنافس على أسواق مختلفة، واستثمارات القطرية اللي بلغت حوالي 11 مليار دولار في أحد أهم شركات النفط في العالم اللي هي روزنفت الروسية العام الماضي. لكن روسيا اللي بدت وكأنها ترغب أنها تلعب دور الوسيط تدرك أنها لا تصلح وسيطا، لأن قطر من سنة لأن روسيا من سنة 1917 مع الثورة البلشفية أو الثورة الشيوعية إلى الآن لم تحظى أبدا بأي قوة ناعمة في الخليج، لاعتبارات يطول شرحها، معظمها أن الثقافة مختلفة وأنه منطقة الخليج كانت دائما منطقة نفوذ غربي لبريطانيا والولايات المتحدة ولم تكن أبدا مجالا للنفوذ الروسي. ده بإيجاز شديد يعني الستيك هولدرز الأساسيين أطراف النزاع الأساسي. تبقى أسئلة أخرى شديدة الأهمية تحتاج منا إلى حل أخرى. أحد أهم هذه الأسئلة: هل نحن أمام تضارب مصالح فقط أم أننا في معركة أخيار في مقابلة أشرار كما صورها الرئيس الأمريكي؟ يعني هل قطر هي يعني محور الشر في مقابل محور الأخيار، ولا أن السعودية ومصر والإمارات هذه دول شريرة بتحاول أن تخلق طاقة النور والخير والثورية في الدولة القطرية؟ واقع الأمر أن هذا يعني يحتاج منا إلى إجابة على سؤال آخر مهم جدا: من هم الإرهابيون؟ وهل فعلا قطر بتدعم الجماعات الإرهابية؟ هذان السؤالان إن شاء الله نخصص لهما حلقة القادمة بإذن الله. أشكركم وإلى اللقاء.